معكم السلام عليكم، معكم محمد فارسي 25 سنة من دار البيضاء. ولي محمد فارسي، شنو الهواية ديالك؟ الهواية ديالي تندير كيك بوكسين، كيك بوكسين، طاي بوكسين وفول كونتاكت. شحال سنة تقريبا؟ 10 سنوات، 10 سنين. يعني واخا الإعاقة، واخا كتتحدى الإعاقة رغم الإعاقة اللي تشوف عندي، تنتحدى كل شيء، بس المهم تنتحدى الصعوبات اللي صحاح وما متيديروش هاد الرياضة. اللي تيعرف هاد الرياضة، أخطر رياضة اللي كاينة في المغرب. يعني لقيت المساندة ديال لقيت مساندة من الأستاذ ديالي اللي سميتو ميرود البحري، معروف ميرود الكاو، هو اللي ساندني معنويا وماديا. تلقى شي صعوبات في هذه الرياضه؟ بالطبيعه شحال تلقى صعوبات من طرف الدراري اللي معاه، تيشوفوك واحد النظره اللي خايبه، رغم داك تكون عندك التحفيز تيجي يهبطوا لك هما داك التحفيز اللي عندك. صافي سليت، واخا كنت نديت عليهم تكمل في المشوار ديالي، باغي حد باغي نوصل نولي بطل المغرب. سمعناك درت شي فو كونتاك مواي طاي، يعني شحال من سنه تقريبا انت كتمارس هذه الرياضه هذو كامل؟ كما قلت لك تقريبا شي 10 سنوات. 10 سنوات. سمعناك قلت الرياضه من عندك وانت 5 سنوات وقال حد اول رياضه درت هي التيكواندو، درتها هي اول رياضه بديت هي التيكواندو لمده 15 عام. حد بديت صغير انا خويا قطع، انا كملت حتى واحد الوقيته اللي حبست انا لمده 4 سنين، عاد دخلت الكيك بوكسين. دابا كتمارس الكيك بوكسين؟ تمارس. شنو خلاك تخلى على الرياضه الاخرى وتجي للكيك بوكسين؟ صافي حد كما كنت في مدينه كنت ندير التيكواندو، فاش جيت لكازا مع واحد الخالق ديالي كان تيدير كيك بوكسين، دخلني عند الاستاذ اللي تيدير هو الكيك بوكسين، صافي من تما انطلقت المشوار ديالي في الكيك بوكسين. يعني شاركتي في شي مسابقات لعبتي؟ دابا حاليا لا، ولكن تقريبا شهر 3 غادي نشارك مع واحد باطل هو من ذوي الاحتياجات الخاصة كيف مراكش. يعني انتم من ذوي الاحتياج الخاصة، ما كتلقاوش صعوبات، مشاكل البطولة ديالكم، الدعم ديال الوزارة، الدعم ديال بحال قلت البطولات ما كاينش في كيك بوكسي ديال ذوي الاحتياجات الخاصة، كاين حد اللي في التيكواندو كاين، في جميع الرياضات كاينين الا كيك بوكسي. حد صعيبة شوية، حد صعيبة هاد الرياضة شوية على ذوي الاحتياجات الخاصة، ورغم ذلك تنكافح تنلعب مع الدالي اللي صحاح وكل شيء. المهم بحال جديدة إعاقة مخليها لي الحد، ومن الوزارة ما الدعم ديالهم ما وصلش دعم، بحال سوا هما عارفين كاين ولا ما كاين. حد ما كاينة في رياضة بحال قلتي، كاينة في التيكواندو، كاين في كرة قدم، كاين في جميع الرياضات إلا رياضة كيك بوكسين. يعني الأهل ديالك ما تلقاش معاهم شي صعوبات كيقول لك؟ لا ما لقيتش صعوبات من الأهل ديالي، أما تقول لي سي الله يكمل عليك أولدي، برضا ديال الوالدين غادي تكمل، يعني ما تسوقش للناس. كيفاش كتجيك النظرة ديال الناس؟ تصور تطلع كما واحد كما تلتو في الحوغراف اول حاجه، تو هذا عمو عاق ما غادي يدي والو، ولكن ما تنسوقش لي نزيد كما ديك الهضره اللي تيقولوا هما، تخليني نزيد في التحفيز ديالي، تزيد تحفزني اخويا، تزيد تحفزني، تزيد باش نزيد قدام. شو الطموح ديالك؟ الطموح ديالي هو اللي بطل المغرب من ذوي الاحتياجات الخاصه. المغرب.
يعني كنشوفوا شنو الرساله اللي تبغي توجه للدراري يعني اللي بصحتهم وصحاحهم ما عندهم حتى شي مشكل في الصحه ديالهم وما كيمارسوش الرياضه وعاطينا غير البلياو اخويا عاد انت قول لهم قلت له اقرب النادي اللي في دربكم ديروا رياضه سواء تيكواندو سواء ملاكمه سواء كيك بوكسين سواء اي رياضه قلت له عمروا وقت اوقات ديالكم وحيدوا من البلية يعني تحدث لنا على القناه ديالك عندي واحد القناه ديالي اللي سميتها سيموكاو يلا بديت فيها حتى الحق اليوميه ديالي اغلب اوقات تنكون في البلاصه ديالي من 9 الصباح حتى 10 الليل من 2 السبت سواء الحد اللي ما كاينش البلاصه المحلول رغم ذاك بعد المرات نهار الحد تنجي نجري الصباح تنتريني يعني كتطلب من الناس يدعموك تطلب من الناس يدعموك في القناه ديالي يدخلوا يتابونا ويبارطاجيو يعني شنو الرساله اللي توجه للمدرب ديالك والناس باش يعاونوا رسالة المدرب ديالي تقول لي شكرا استاذ اللي دعمتيني معنويا ماديا اللي وقفتي معايا ما خليتيش نحس بالنقص اللي عندي وتقول لي شكرا. اشترك الان في قناه اشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. اشواق تي في جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.